السلام عليكم. زار في بحر الأسبوع الماضي والي ولاية بوليدة، زار ملعب مصطفى تشاكر للوقوف على مدى تقدم الأشغال بهذا المركب، وللعلم المركب هذا تقرر توسيعته بإضافة ملاعب تعريب ليك، زوج ملاعب تعريب ليك، وكذلك تقرر إعادة تأهيله بنفس المقاييس اللي تمت بها تهيئة وإعادة تجديد ملعب قسنطينة وملعب عنابة. كل هذا في إطار التحضير لترشيح الجزائر لتنظيم الكان في 2025. ونشاهد هنا العملية تاع يعني النمو تاع العشب الطبيعي بالملعب، قد يعني راهي خذات يعني تطورت، ورغم أننا بصفة عامة رانا يعني ضد إعادة تأهيل هذا الملعب، كنا حابين يكون فيه يعني إعادة بناء ملعب جديد في مكانه، لكن يعني في انتظار ذلك نشوف النتائج نتاع التجديد هذا، وكذلك يعني الملعب هذا يكون فيه فايدة في إطار إذا كان نظمنا كأس إفريقيا في 2025، راح يكون أكيد ملعب إضافي، لأنه مش ضروري يكون كل الملاعب في الجزائر تكون مغطاة. المهم هذه هي الوضعية تاع الملعب هذا، وإن شاء الله نروح لملاعب أخرى يعني في ولايات أخرى إن شاء الله تكون فيها فيديوهات نتاع أشغال، مثلا في ورقلة أو بشار أو ملعب في قسنطينة أو ملعب في سطيف أو ملعب آخر في بجاية كذلك، يعني إن شاء الله يكون فيها تطور في الميدان، وكذلك ميادين أخرى. إحنا نتكلم عن الملاعب لكن لا ننسى الميادين الاقتصادية بصفة عامة. أترككم في رعاية الله، يحفظه، والسلام عليكم.